على مليمين تسكن هو كيف الفوشيك ضرب بيسخلوا الناس كل فوشيك الاولاد تلعب وهو خرج جاء تليفون خرج يعني بك الخرجه اللي خرج زادوا ثلاثة اخرين يعني مش معقول هما قالوا قداش لا مش 11 زوز بعد ثلاثة زوز ضربات وبعد ثلاثة كيف كيف سمعت زوز وبعد ثلاثة سمعت برشا تاك 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 فجرت بعضه في بالي فوشيك ما تعرفش قداش من كا واحدة هكا حس بالتقريب خمسة كعبات نسمع فيهم تاك فجرت بعضه بيبتي عبارة فوشيك هو كرتوش خرجنا نلقاوه ميت غادي والكرتوش محتاج هو قدام الكهرباء طول اللي في وسط الكهرباء هو تاك في الكهرباء تاك تليفونه في الكهرباء هو يكمل في المكالمة انتم ديرك جيتوا معنا جينا نروح احنا هكا لهنا شو نفس السيناريو نص النهار ودرجين ربع نص النهار ودرجين بالضبط انتم ما كنتوا هوني بعد جيتوا ديرك ما فرح حتى شي كان هو في الدم منه دار منه سي نورمال الناس كلها انا ولد وعيت الولدي ايش ليش نهزوا بابا لا اله الا الله محمد رسول الله خاطر ولد وصحاب ولادنا يعني كل ما مش معناتها احنا قاعدين جينا هكا يعني ديزاني نسكنوا ونعرفوه يعني مش البراهمي جينا هكا ما سمعتش موتور حكايه قالوا موتور فما حس الكهرباء اللي ديمارات وراه كهرباء سمعت كهرباء ورا ديمارات وراه فما كهرباء ديمارات ورا الضربه اما خاطر هكا هو مشي من هوني من هكا اي كمل من هوني ولا من هوني داروا على اليمين دونك اللي حتى اللي جاي منا تو مثلا اللي جاي منا ومن يجوا بالدار اي بابي تقتل علي يا ربي يزي هيا